اشرب يا مي. برافو عليكم يا شباب، عجبتوني كتير، تجاوزت الامتحان بامتياز. حكمة اليوم، الزلمة اللي بكرهك لا تعطيه سلاح محشي رصاص لأنه ممكن يقتلك. لكان يلا روحوا عبيوتكن وارتاحوا شوي، في إلنا شغل كتير معكن. مياس بيتصل فيكن وقت اللزوم، خليهم يمشوا. يلا لشوف. يلا يلا يلا. شاهين. نعم أمور. الحطبات مرطبين شعلين. عم بمزح معك يا دب. أوخ أوخ أوخ. بلكن شغلة، حسيت عن جد أني مت وفت على جهنم. ما نحن عم نلعب بنار جهنم، الله أعلم شو في لسه. سعيد، خلينا نروح من هون بسرعة. وشو هدول؟ شو عم يصير؟ والله ما عدنا متحملين بهدلة، شكلنا رح نضل بجهنم. نور افتحي التابلو بسرعة. ناديت لكم كتير بس ما سمعتوني. حقي بيك بعت لكم هالسلة. هدول تازة لميتهم بالوحدة. بيت طير الحجل، الكلون إن شاء الله ألف صحة. على قلبك أخي. يسلموا. بيض؟ أصلاً ما كان ناقصنا غير البيض. يلا يلا حبيبة قلبي، تعي لشوف. أها، وهلأ وين رضاعتك الحلوة ها؟ يا الله دخيلك، شو هالكركبة اللي بالمطبخ؟ خليني أعمل لك حليبك بالأول. أها يلا عادي هون يا حلوة. أها يا الله، بس المطبخ وسخ، يلا رح نضفه بالأول. طب خلاص خلاص رح أعمل لك الحليب. يلا ها ها، وين بحطوا غراضهم هدول؟ يلا رح أغلي له وحدة مشان تتعقم. إيه يلا، جاية جاية يا عمري، جاية جاية. انت جوعانة مو؟ يلا يا قلبي. يلا جاية يا روحي جاية، استني شوي. رفيف 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 رفيف، شو صار لك يا حياتي؟ فتح عيونك فتح عيونك رفيف، الله يوفقك حبيبتي. رفيف ماتت. رفيف
خالي سلام؟ شوفي قليلي ليه هيك طالعة مستعجلة كثير من البيت؟ موتت البنت. شو؟ هبة أنا موتت رفيف. أنت شو عم تقولي خالي؟ ما عندها رضاعة، قلت بغليها لعقمة، حطيت رفيف على الكرسي وقعت وسكتت. الله يستر. موتت رفيف، قتلتها. أنا موتت رفيف، أنا قتلتها، أنا قتلتها، قتلتها. لبنى وينك أنت وأمير؟ رفيف، رفيف، رفيف حبيبتي عم تسمعيني؟ رفيف فتحي عيونك. يلا تعي أمير، رفيف ما عم تتحرك.